استأذنك نروح لملعب مباراة وزمايلنا الأعزاء شريف شعبان ومحمد توفيق ونبدأ مع شريف ونعمل في آخر الأخبار وآخر الأجواء قبل بداية المباراة. اتفضل يا شريف. تعالي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكبار نجوم مصر والنادي الاهلي ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه الاهلي والانتاج الحربي في استاد السلام في السابعه مساء باذن الله يا رب، باذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي ونفوز على فريق كبير طبعا هو فريق الانتاج الحربي. الاهلي يمكن من الفندق الى ملعب المباراه حوالي 25 دقيقه فور وصول النادي الاهلي، كان حريص بعض من الجهاز الفني ينزل ارضيه الملعب. تصادف طبعا وجود طاقم التحكيم بقياده الكابتن محمد معروف الحكم الدولي اللي هيقود اللقاء تحكيميا اليوم، تفقد ايضا ارضيه الملعب وسالته في ملحوظه قال لي الارضيه ولا اروع ولا اجمل، مفيش اي ملحوظه خالص. يمكن ده كان عن طاقم التحكيم. طبعا مستر بيتسو موسيماني فاجئنا النهارده يمكن بمروان محسن، عنده ثقه كبيره جدا في الثلاث فراوده مروان او محمد شريف الهداف في الفترات الاخيره او حتى بواليا، عنده ثقه كبيره في الثلاث لاعبين. النهارده تعمد يلعب بمروان علشان خطه اللعب اللي هيلعب بيها فريق الانتاج الحربي، لان النهارده الانتاج الحربي هيلعب على ما اظن 3-5-2، فكان حريص ان يكون يبدا النهارده باللاعب مروان نظرا للكور الطوليه والكور العرضيه. يا رب النهارده يكون مروان موفق النهارده باذن الله ويساهم في فوز النادي الاهلي بثلاث نقاط طبعا يضافوا الى رصيد نقاط النادي الاهلي علشان نقرب خطوه كبيره جدا من الحفاظ على اللقب المحبب لكل جماهير النادي الاهلي. يمكن الاهلي الآن أمامي بيجري عمليات الإحماء قبل بداية اللقاء اللي هيكون في السابعة مساء. أرضية الملعب ولا أروع ولا أجمل، أخيرا النقل التلفزيوني بثمن كاميرات. يا رب بإذن الله يكون كل جماهير النادي الأهلي سعداء بلقاء اليوم النهاردة وفي ختام اليوم يفوز النادي الأهلي على فريق كبير طبعا هو فريق الإنتاج الحربي. أخيرا فريق الإنتاج الحربي هيكون عامل ممر شرفي طبعا للنادي الأهلي، ومدير الفني الكابتن أحمد عبد المنعم كشري كان حريص يسلم على لاعبي النادي الأهلي الجهاز الفني للنادي الاهلي. دي كل اجواءنا يا كابتن ايمن، عوده ليك من جديد. اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان، ومن شريف هنروح سريعا لمحمد توفيق زميلنا العزيز. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام نجوم مصر في الاستوديو، تحياتي كمان لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي اللي بيشوفونا من كل مكان. يمكن يعني جوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والانتاج الحربي في المباراه المؤجله من الجوله 24 من الدوري المصري الممتاز. كابتن ايمن خلينا اكلمك عن استعداد فريق الانتاج الحربي صاحب الضيافه في مباراه اليوم. يمكن الفريق منتشي بتحقيق نتائج ايجابيه في اخر ثلاث مباريات بالفوز على المصري 3-2 والتعادل مع الجونه 1-1 والتعادل في اخر مباراه امام بيراميدز 2-2 لكل فريق. ويمكن المباراه دي كانت اخر مباراه لفريق الانتاج الحربي، كانت يوم 8/7 الماضي. بعدها كابتن احمد كشري المدير الفني للفريق قرر منح الفريق 4 أيام اجازه، وبعد كده الفريق دخل في معسكر مغلق. يمكن الفريق خاض خلال فتره المعسكر والتوقف دي مباراتين وديتين، فاز على طلائع الجيش 2-1، وفي المباراه الاخيره اللي كانت يوم 17/7 تعادل بهدف مقابل هدف امام سيراميكا كليوباترا. يمكن الاجواء هنا اكثر من رائعه. كمان جمعني حوار بكابتن احمد كشري قبل بدايه المباراه، اتكلمت معاه فقال لي في الظروف الطبيعيه انت بتقابل النادي الاهلي بدون حسابات، في فرق كتيره جدا ما بتعملش حساب الثلاث نقط امام النادي الاهلي، لكن للاسف احنا وضعنا في الجدول حطينا ما قدامناش غير امل ضعيف، والامل الضعيف ده يعني حطينا في موقف ان احنا لازم نلعب على الثلاث نقاط او تحقيق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي. ولكن يعني المباراه النهارده بتمنى التوفيق لان احنا املنا بقى ضعيف جدا في البقاء، خاصه يعني مع قبوع الفريق في المركز الاخير ب 19 نقطه. كمان يمكن عنده عدد كبير جدا من الغيابات ابرزهم محمد طلعت ومحمد عبد الفتاح تاحه والسيد الشبراوي ووجيه عبد الحكيم. يمكن العوده الوحيده من الاصابه هي الحميد النهارده الجلسه على دكه البدلاء. كابتن احمد جدير بالذكر ان نفس تشكيل الانتاج الحرب النهارده هو نفس تشكيل الفريق اللي خاض بيه اخر مباراه امام بيراميدز وانتهى بالتعادل 2-2، مفيش اي تغيير فيه، ال 11 لاعب هم نفس 11 لاعب. زي ما قلت لحضرتك الاجواء هنا داخل الملعب اكثر من رائعه، درجه حراره مناسبه جدا لا تتعدى 30 درجه مئويه، ارضيه استاد الاهلي والسلام اكثر من رائعه. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي واضافه ثلاث نقاط جديده عشان يقترب من لقبه المفضل وتحقيق الدوري العام للموسم السادس على التوالي وال 43 في تاريخه. كلمه ليك كابتن احمد وضيوفك الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. كابتن اسامه